المدرسة المولوية أو الكلية الملكية أو المعهد الملكي أو كي اللي كيسميه كولاج رويال هي مؤسسة تعليمية موجودة داخل القصر الملكي في العاصمة الرباط. تأسست في عام 1942 من طرف السلطان محمد الخامس الله يرحمه. فكرة إنشاء هذه المدرسة المولوية جات من بعد ما بغى محمد الخامس يصيفط ولده ولي عهده آنذاك الحسن الثاني يكمل قريته في فرنسا، ولكن بسبب الحرب العالمية الثانية اللي كانت في ديك الوقيتة تم إنشاء المدرسة وقرا فيها الحسن الثاني والملك محمد السادس والأمير مولاي رشيد وولي العهد الحالي مولاي الحسن والأميرات بنات الحسن الثاني والأمير مولاي إسماعيل والأميرة لالة سكينة. فكرة المدرسة المولوية أو الكولاج رويال كتقوم على تعليم الأمير. واش غنقريو هاد الأمير بوحدو ونديرو له قسم وأساتذة بوحدو؟ لا، الفكرة أنه نجيبو له تلاميذ في نفس مستوى الأمير ولا أكثر ونحطوهم معاه في نفس القسم باش نضمنو شوية ديال المنافسة، وهكذا الأمير غادي يتابع دراسته بشكل نسبي.